الدكتور ابراهيم معانا. دكتور ابراهيم الو، فرحان، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. ايوه دكتور كل سنه وانت طيب والساده المستمعين بخير ان شاء الله. دكتور، ازاي نفهم زيادات الاسعار اللي حصلت خاصه بعد اعلان الحكومه عن اكتشافات حقول في البحر المتوسط واستيراد الغاز من العديد من الدول في منطقه الشرق الاوسط؟ كيف نفهم هذه الزيادة مع اكتشافات وأيضا الحصول على الغاز من والبترول أيضا من مصادر مختلفة؟ هو الغاز، بالنسبة للغاز يعني أنا باخذ الغاز بكام؟ فسواء كان مستورد أو إنتاج في البحر المتوسط. يعني أنا اللي بستورده بستورده في $7. أنا باخذ من شمال اسكندرية حقل بريتش بتروليوم ب7.1 $. باخد ظهر ب5.6 $. يعني موضوع ان انا بنتي في انتاج في البحر المتوسط، بس له تكلفه غاليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، زياده اسعار الوقود مرتبطه بكلمه دايما الحكومه تقولها، اللي هو يقول لك تغطيه الدعم او ان في دعم كبير او طيب احنا مصدقينكم، بس قولوا لنا ايه هو الدعم وكيفيه حسابه. لان انا عندي 68% من البترول اللي داخل معامل التكرير واخده مجان او بتكلفه رمزيه يعني، فانا بحسبه في الدفتر بالسعر العالمي، واجي اقول للمواطن ده السعر العالمي كذا وانت عليك كذا. فالمفروض يبقى في شفافيه ونعرف كيفيه حساب الدعم، وعشان لما ندفع حاجه احنا فاهمينها. انما لا، هو بيكتب لك في البرنامج السعر العالمي كذا والسعر البيع كذا، يبقى عليك كذا. ما ينفعش الكلام ده، عاوز ناس ما تفهمش القصه هي. طيب دكتور، الحكومه بتقول ان دي اجراءات صندوق النقد الدولي، لازم نقوم بهذه الخطوه حتى نحصل على كافه الدعم المقدم او خطه الاصلاح الاقتصادي كما تطلق عليها. السؤال هنا، المواطن يسأل، متى سوف تثمر هذه الإجراءات التقشفية أو اللي عدت بمراحل يعني سياسة ربط الحزام؟ ما هو أنا بس نقف في الأول عند نقطة، يقول لك تعليمات صندوق النقد، معلش كده، صندوق النقد معلش كده. صندوق النقد بيجي يقول لك أنت بتدفع دعم، تقول له آه، يقول لك خلاص الغي الدعم. فانت زي النقطه اللي هي المبدئيه اللي لازم نقف عندها، انت بتحسب الدعم ازاي؟ يعني كيفيه حساب الدعم، وهل هو الفرق بين التكلفه وسعر البيع، ولا بين السعر العالمي وسعر البيع؟ هو حاليا بيعملها الفرق بين السعر العالمي وسعر البيع، ما حدش قال كده. فهو صندوق النقل ما بيخشش في تفاصيل، هو بس بيسالك شويه تدفع دعم، تقول له اه، يقول لك خلاص شيل الدعم. طيب ده القصه يعني. انما نقول تعليمات صندوق النقل، صندوق ما قبل كده في 91 كنا في السلطه وصندوق النقل بيتكلم، وقلنا لهم انتوا يعرف تفاصيل، احنا نحسبها زي ما احنا عاوزين. طب الدكتور، كيف يتم التعامل؟ يعني الحكومه تضع دائما المواطن في خيار ليس هناك افضل مما هو موجود، ولا بد أن تتحمل هذه الإجراءات حتى نرى تحسن. حاليا المواطن لم يشعر بهذا التحسن منذ عقود طويلة. ما هي طرق التعامل الصحيحة بخلاف عدم وجود شفافية حقيقية من قبل الحكومة في التعامل مع المواطن؟ هو إيه اللي مطلوب شفافية؟ تتم إزاي بقى؟ في لازم يكون في وسيلة تقول للحكومة يسمعوا كلام الشعب. انما طول ما هي الحكومه معاها ختم الناس وبتقول لك اعمل افعل ولا تفعل، خلاص انتهى الموضوع، مفيش حد له حق انه يتكلم. ولكن لان انت لما تتكلم يقول لك انت مش فاهم. طيب يا عم فاهم، ما عندكش بيان، طب اديني بيانات. يعني انت سيدنا وعمال تتكلم لوحدك، وبناء على كلامك لوحدك بتدي قرارات، وانا عليا نفس، ما ينفعش الكلام ده. ده انجلترا في بداية الحياة الديمقراطية لما اجتمعوا رجال الأعمال وعملوا ما
مجلس الضباط الناس ما رضتش تنفذ كلامهم. ليه؟ قال لهم احنا مالنا؟ انتوا وعدتوا قرارات، انا مالي؟ انا ما شفتش قرارات ايه وعملت ايه؟ وبناء عليه ابتدوا يفتحوا الباب للعامه ان هم يخشوا انتخابات ويرشحوا نفسهم ويبقى في مجلس فيه ناس من الشعب عشان تفهم ايه الحكايه. فالديمقراطيه مش كده، الديمقراطيه مش ان انت تقول اللي يعجبك وخلاص. طب السؤال هنا، تمام، السؤال هنا دكتور، من الذي يتخذ هذه الإجراءات؟ البعض، بعض الشعب المصري تحدث بأنه إذن لا يوجد فرق بين حكومة شريف إسماعيل وحكومة مصطفى مدبولي، نفس السياسة ونفس الإجراءات ونفس الأسلوب في التعامل مع المواطن، لم يلحظوا فرق بين الحكومتين، هي إذن سياسة ممنهجة وسياسة واحدة. من الذي يقوم باتخاذ هذه السياسة إذا رئيس الحكومة من الواضح بأنه ليس له سلطة حقيقية؟ لا، مش ليس له سلطة حقيقية، لديه سلطة ولكن لديه برنامج بينفذه. هو مش جاي علشان يشيل ويحط اللي يعجبه يعني. فهو دي سياسة بقالها سنين وسنين بتهمل حق الشعب في المعرفة وفي المشاركة في اتخاذ القرار. طب دكتور، كيف تنظر وتتوقع، هل هناك زيادات مستقبلية تعد بها الحكومة للمواطنين؟ كيف تتوقع هذه الزيادات على الشعب المصري؟ لا، زي ما خدنا زيادات كذا مرة في الكام شهر الأخير، هيحصل زيادات تاني وثالث ورابع، مفيش مشكلة. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم زهران، الخبير العالمي للبترول، كنت معنا عبر الهاتف.